فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون، وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى بعد أن تكلم عن الشمس والقمر تكلم عن النجوم، والنجوم هي ما يلمع في السماء في الليل، وليس معنى أنها تلمع في السماء بالليل أن وجودها ليلا، لأنها موجودة دائما ليلا أو نهارا، ولكن ضوء الشمس حين تطلع يحجبها بما يكسر من أشعة بصرنا إليها، لأن الليل عندنا يكون نهار عند الآخرين، والنهار عندنا يكون ليل عند الآخرين، إذن فهي دائما موجودة لتستوعب الكرة التي نعيش عليها. وإذا كان الله قد جعلها نجوما لنهتدي بها في الظلمات، فهي كما قلنا يعني بالنسبة للضوء الشديد في الشمس والضوء الأقل في القمر تعتبر والناسات، نهتدي بها إلى الأشياء التي قد تضطرنا حركة الحياة إلى أن نزاولها ليلا. وقلنا ليس معنى أن نهتدي بها في ظلمات البر والبحر أن ذلك كل ما لا، لأن الله أطلق الهداية في قوله: وعلامات وبالنجم هم يهتدون، يهتدون إلى أشياء كثيرة قد يكشف العلم عنها فيما بعد ذلك. وقول الحق سبحانه وتعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. يقول الحق سبحانه: قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. فصلنا الآيات، احنا قلنا كلمة آية هي الشيء العجيب، وتطلق على آيات كونية، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، هذه آيات، وتطلق على الكمية من القرآن اللي لها فاصلة نسميها آية. فإذا في آيات قرآنية وفي آيات كونية، والآيات الكونية تعتبر مفسرة للآيات القرآنية. فتفصيل الآيات في الكون ما نراه من تعددها أشكالا وألوانا وحكما وغايات، وتفصيل الآيات في القرآن أن ينبهنا إليها. فتنبيه الله في قرآنه بآياته على آياته في كونه ليلفت النظر إلى أن ذلك التفصيل وذلك الخلق العجيب الحكيم لا يمكن أن يكون إلا لإله قادر حكيم، يستحق أن يكون إلها موحدا ويستحق أن يكون إله معبودا. قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون، وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة. الأول تكلم لنا عن الآيات المحيطة بنا اللي هي بها قوام حياتنا من الفالق الحب والنوى، وبعد ذلك تكلم عن الشمس والقمر، وبعد ذلك تكلم عن النجوم، كل دي آيات حولها. ثم تكلم عن شيء في ذواتنا، ليه؟ أم قال لك ليكون الدليل أقوى، أن يأتي لك بالدليل في ذاتك ونفسك، لا يحتاج منك إلى أن تمد عينيك إلى ما حولك، بل الدليل في إيه؟ في ذاتك وفي نفسك. ولذلك من أدلته أن يقول: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. يعني يكفي أن تجعل من نفسك عالما، هذا العالم موجود فيه كل ما يثبت قدرة الحق وأحقيته بأن يكون إلها واحدا وإلها معبودا. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة، وكلنا أنشأكم من نفس واحدة يدل عليها أيضا إخبار من الله واستقراء في الوجود، استقراء اللي بنسميه التنازل للماضي، لان احنا كنا زمان قلنا انك لو نظرت الى عدد العالم في هذا القرن ثم نظرت الى عدد العالم في القرن الذي مضى تجد نص العدد ده، واذا نظرت اليه في القرن اللي قبل اللي مضى تجد الربع، كل ما تتقدم في الزمن الماضي كل ما يقل، وهما ده متكاثر. يصير انه هو دلوقتي مثلا 40,000 ايه
40,000 مليون كم؟ 4,000 مليون. وبعد ذلك يجي مثلا من قرن من الزمن يبقى كام؟ يبقى 1,000 مليون. وبعد ذلك قبل كده يبقى كام؟ 500 ايه؟ كل ما تقدم كده في الزمن الماضي يقل ولا ما يقلش؟ فقلنا لما يقل وصلوا 100 في الزمن كده، وبعدين وصل 100 لكام؟ والـ50 وصلهم لكام؟ وبعدين وصلهم لكام؟ إذن هتقعد تتناهى تتناهى إلى أن إيه؟ تصل إلى نفس واحدة. نفس واحدة هي دي اللي ربنا قال. طب النفس واحدة ده بيقول من كل شيء خلقنا زوجين، في خلق للنفس الواحدة، وخلق من النفس الواحدة إيه؟ زوجها. وبعدين ابتدأ الإيه؟ التكاثر. يبقى الاستقراء الإحصائي في الزمن الماضي يدل على صدق القضية ولا لا؟ وكذلك كل شيء متكاثر في الوجود، من نبات ومن ايه؟ من حيوان. برضو تمسك الحيوانات تلتفت لها بتتكاثر بتتكاثر، انزح بها الى الماضي تلاقي كل ما جاء الماضي ايه؟ تقل تقل الى ان تنتهي الى اصل منه التكاثر. اصل منه التكاثر يبقى لازم ايه؟ يبقى لازم اثنين. ومن كل شيء خلقنا زوجين، فسبحان الذي خلق الازواج كلها، خلق الازواج ايه كلها من نفس واحده. والشمعنا جاب من نفس واحدة ولا قالش الناس؟ قال لك ده دليل على الالتحام الشديد، لأننا حين نكون من نفس واحدة يبقى كلنا كل الخلق فيها أبعاد من النفس الواحدة. وما دام كل واحد منا فيه أبعاد من النفس الواحدة يبقى التقاء طبيعي ولا مش التقاء طبيعي؟ احنا قلنا زمان أننا لو أتينا بسنتيمتر مكعب من مادة ملونة خمرة مثلا، ثم وضعناها في قالولة رت، ثم رجدنا القارورة، السنتيمتر المكعب ده اللي من المادة الملونة الحمراء يسيح في مين؟ في القارورة. يبقى كل قطرة من القارورة فيها ايه؟ فيها شوية من المادة الملونة. هب اننا اخذنا القارورة وضعناها في برميل، وبعدين ايه؟ رجينا البرميل كويس، برضو هيبقى في كل قطرة من البرميل ايه؟ جزء من جزئية. فاذا خدنا البرميل ده ورمناه في البحر واحسننا نرج البحر، يبقى كل قطرة من القطرات يبقى فيها ذرة من ايه. فاذا ما دام ادم هو الاصل، وما دام احنا ناشئين من ادم، لما حق سبحانه وتعالى اخذ ادم من حواء من ادم، ادم حي يبقى اخذ منه حواء فصارت حيه، تبقى حياتها موصوله بمين؟ يبقى فيها من ادم. وبعدين اللي طلع من ادم وحواء فيهم جزء حي ولا لا؟ وهكذا سلسلها سلسلها. فالحق سبحانه وتعالى يردنا الى اصل واحد ليوجد فينا اصول التراحم والتواد والايه؟ والتعاطف. فمستقر ومستودع. خلق من نفس واحد، وهناك آية تانية ثم خلق منها ايه؟ وبعدين جاب الكل بقى، وبس منهما رجالا كثيرا ونساء. وبعدين قال فمستقر ومستودع. ما معنى مستقر؟ المستقر له معاني متعددة، هذه المعاني يشرحها الحق سبحانه وتعالى في قرآنه. يقول ايه؟ سيدنا سليمان مسألة العرش في بلقيس، وقال لهم ايكم ياتيني ايه قبل ان ياتوني ايه؟ بعدين قال ده وقال ده، قال العفريت من الجن، وقال مش عارف اللي عندهم علم من الكتاب. قال فلما راه مستقرا عنده، مستقر يعني ايه؟ يعني حاضر. هنا مستقر بمعناها ايه؟ حاضر، لانه ما كانش موجود في المجلس نقول ده ثابت، لا ده هو كان غير موجود. فايه يبقى ايه مستقر؟ يبقى ايه حاضر. طيب ولكن انظر الى الجبل في مسألة الرؤية، ارني انظر اليه، قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني. استقر بمعنى حضر ولا ثبت؟ لانه كان له استقرار قبل الكلام. يبقى مرة استقر تيجي بمعنى ايه؟ حضر. ومرة تيجي استقر بمعنى ايه؟ بمعنى طب ولكم فيها مستقر ومتاع الى حين. في ايه؟ في الدنيا. شنا فيها مستقر ومتاع الى حين؟ طيب ادي مستقر في الدنيا، يبقى كم دلوقتي؟ استقر بمعنى
واستقر بمعنى ثبت، وتفرق بينهم ان كان موجودا قبل ذلك يبقى ثبت، وان كان غير موجود يبقى حضر خلاص. ومستقر يعني مدة عمرنا فيه، ولكم فيها فيه مستقر ومتاع الى ايه. وبعدين بعد كده ام قال لك ايه، ان الجنة اصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا واحسن. يبقى الجنة برضه مستقر ولا لا؟ طيب وفي النار انها ساءت مستقرة. الله. يبقى مثلا يبقى مستقر حاضر ومستقر ثابت، مستقر مدة الدنيا، مستقر في الايه في الجنة، مستقر في الايه في النار. اذا فالاستقرار مقول بالتشكيك، يعني يبقى له معنى هنا ومعنى هنا ومعنى هنا ومعنى هنا. ولذلك لما العلماء اختلفوا ما تقولش اختلف، كل واحد نظر الى ايه، يقول لك مستقر في الاصلاب وبعدين استودعنا في الارحام، استقر مستقر في الدنيا وبعدين نروح نستودع في القبور. يعني كل واحد ما يبقى مسك ناحيه. نقول له اخي الاستقرار يبقى كل قرار حضور او ثبات كل شيء بحسبه، لكن فيه استقرار يتلوه استقرار يتلوه استقرار الى ان يوجد الاستقرار الاخير اللي هو اصحاب الجنة خير ايه، وفي اصحاب النار ايه انها ايه ساءت ايه. يبقى ده الاستقرار اللي ما فيش فيه بعد ايه، فيش فيه بعده حركة. انما الاستقرار الاولاني قد يكون فيه تغير من حال الى ايه. فاذا كنا مستقرين في الاصلاب وبعد ذلك استودعنا في الارحام، واذا كنا مستقرين في الدنيا ثم استودعنا في القبور، كل دي برضه جايز. وبعدين هنستقر في الاخره. يبقى كل واحد خد ايه، خد معنى من الايه من المعاني. ولذلك واحد يقول لك من المستقر في الايه في الدنيا، وبعضهم يسمي الدنيا مستودع، وما المال والاهلون الا ودائع ولا بد يوما ان ترد الايه الودائع. بقى ما عملهاش مستقر، عملها ايه مستودع. مستودع يعني حاجه اودعناها وبعدين ايه وبعدين ناخدها. في تلاحظ بقى كلمه مستقر ومستودع. طب مستودع شيء اوقع غيره عليه ان ايه ان يودع، لكن مستقر مش مستقر، فيه مستقر وفيه ايه مستقر. ده دليل على ان المسألة مش استقرار بكافي. بقى انا مستقر بي، ويوم ما يقول لي اطلع اطلع. لو قول مستقر كان يبقى فيه الاستقرار ليا فيه ايه، ليا فيه، انما انا ماليش فيه، مفيش استقرار ليا فيه ايه، ليا فيه عمل. يبقى قال مستقر. ومستودع دي بطبيعتها، لان مستودع اودعه ايه، اودعه غيره، اودعه غيره. وواقع الحياة يؤدي ذلك ولا لا؟ وواقع الحياة، فإذا كان الحق قد قال لنا ذلك ثم صدقت آياته في جزئيات مما نعلم، إذا حدثنا في جزئيات لا نعلمها يبقى صدقه فيما نعلم دليل على صدقه فيما لا نعلم. قد فصلنا الآيات لقول فصلنا لابن فصلها. اولا التفصيل ده معناه اننا نجيبها مرة ومرة، ونجيبها مجملة ونجيبها مفصلة، ونجيبها على لون ونجيبها على لون ثاني. ام قال لك لان الافهام مختلفة وظروف الاستقبال للمعاني مختلفة، فتفصيل الايات معناها لتصادف كل تفصيل حالة من حالات النفس البشرية. يبقى لم نترك لاحد مجالا في ان لا يبقى، لم نترك لاحد مجالا في ان لا يعلم. ولكن هنا تسجيل الايتين مختلف. هناك يقول ايه، قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون، وهنا قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. ديك يعلمون ودي ايه يفقهون. ام قال لك ايه، ايه الفقه وايه العلم؟ الفقه ان تفهم، يبقى عندك ملكة فهم تفهم بها ما يقال لك علما. لما نعلمك يبقى عندك ملكة تفهم الاول. يبقى الفهم اول مرحلة ولا لا؟ وإلا لو ما كانش بيفهم كنا لما نعلمه علم يعلمه ما يعلمش. الله. فبشمعنى ساب ديكها للعلم وساب دي للفهم اللي هو اول مرحلة؟ ام قال لك لان ديكها نظر في ايات خارجة عن ذاتك، وهنا نظر في ايات داخلة في ذاتك. ايات داخلة في ايه؟ ديكها. في الايات اللي حواليك، الشمس والقمر والنجوم والفلك الحب والنوى، دي خارجة عن ذاتك. انما دي ايه؟ خلقك انت من نفس واحدة، وعلى المستقر ومستودع ان في ذلك الايات اللي تقوم من ايه؟ يفقهون.
وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء. الله الله. احنا لو وقفنا عند فأخرجنا به، أن أولا أنزل من السماء ماء فأخرجنا، هو كان السياق يقول لك أنزل من السماء ماء فأخرج، هنا قال إيه؟ فأخرجنا. احنا قلنا إن كل شيء لا يوجد لله فيه شبهة شريك يبقى هو اللي عمله، بس محدش يقول ان انا طلعت كده وعملت ونزلت المطر. انما يمكن في الزرع يقول لك ماني حرط، ماني بضرت، ماني زرع، حرطت ايه يا اخوي؟ ارض الله المخلوقة له، وجبت بذرة من بذرة الله المخلوقة له. طب وفكرت بعقل الله المخلوق لي وبالطاقة اللي مخلوقة لي، طب ما انت لما تنسي بالحاجات دي كلها يبقى هو اللي عمل ولا مش هو اللي عمل؟ هو اللي عمل، بس احترم ايه؟ ايه تعب. يبقى قول يا سيدي يبقى فأخرجنا انا واسبابي، خلاص انا وايه؟ انا خلقت الاسباب والاسباب اشتبت، يبقى ان نظرت الى مسبب الاسباب فهو الفاعل لكل شيء، وإن نظرت إلى ظاهرية التجمع والحركة فالأسباب موجودة. يبقى يقول فأخرجنا ولا لا؟ يبقى يقول فإيه؟ فأخرجنا. وهو الذي أنزل من السماء ماء. ولذلك احنا قلنا سابقا أن الشيء الذي فيه شبهة فعل الحادث يدي لك في حاجة، ولما يجي يتكلم بأسلوب النفي أو الإثبات يديها إثبات ونفي مناسب للحالة. أفرأيتم ما تحرثون؟ أفرأيتم إيه؟ ما تحرثون؟ أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ هو قال لنا أنتم حرثتوا بس، أنتم، لكن لما ننظر في حرثتم برضه ونرده نجدها برضه هو اللي. ليه؟ لأنك أنت حرصت بإيه يا أخوي؟ بالمحرات. المحرات ده جبته منين يا أخوي؟ عملته من الحديد، والحديد جبته منين يا أخوي؟ جبته من الأرض المش عارف إيه. طب وسيحته من النار المخلوقة لمين؟ لله. طب وإيه اللي قال لك احرق كده ويعمل مش عارف إيه بعقلك وطاقتك؟ الله. طب ما هي كلها منسوبة لمين؟ إنما إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى احترم إيه؟ احترم عملك وقال تحرصون. أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ وانتوا تعملهم واسباب تعمل والاسباب ما تخرجش عليا برضو. لو نشاء ايه؟ لا لجعلناه حطاما. لجعلناه حطاما. هو دي عايزه تاكيد، لو نشاء لجعلناه ايه؟ وبنشوف برضو زرع يكبر وينمو مش عارف، بعدين تجي له افه من الافات ايه؟ تضيعه. يبقى الاسباب وان كانت هتعمل إيه الا ما تضمنش انك انت تنتفع به. وأكدها باللام، لو نشاء لجعلناه. لا لجعلناه، ما يفسده أن يجعله حطام. أكدها بمين؟ لأن لك فيها شبهة وأنك أنت عملت حاجة. لكن أفرأيتم الماء الذي تشربون؟ أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ لو نشاء ما قالش لجعلناه أجاجا، لأن دي حاجات ما حدش يقدر يقول فيها حاجة، مالكوش فيها عمل مطلقا. يبقى ما تتاكدش دي كل حاجه، ما فيش لنا فيها عمل ما ياكدهاش، لان دي واضحه ولا لا؟ لو نشاء لجعلناه ايه؟ اجاجا. افرايتم النار التي تورون؟ طب كل شيء هنا ذكره وذكر ما ينقضه. ليه؟ علشان ما افتنش بوجود الاشياء، ولكن استقبل الاشياء بامكانيات اعدامها. ما دام اللي بنحرسه ممكن يجعله حطام. ولذلك قبل كده، قبل ما يتكلم عن مقومات الحياة، قال أفرأيتم ما تمنون؟ أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ وبعدين جاء بما ينقضه، نحن قدرنا بينكم الموت. اوعى تنغروا بأنها دمكم حياة وعمر وفعلا. يبقى ذكر كل شيء وذكر ايه؟ ما ينقضه. أفرأيتم ما تمنون؟ أأنتم ايه؟ لو نحن قدرنا بينكم الايه؟ الموت. وما نحن بمسبوق. عاد وبعدين جاب الزرع. افرايتم ما تحرثون؟ اانتم تزرعونه؟ لو نشاء جعلناه ايه؟ لجعلناه حطام. طيب وبعدين جاب الايه؟
المي. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. لو نشاء ما قالش لجعلناه لأمله، لو نشاء جعلناه أجاجا. طيب أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. ما قالش ما يبطلها. طب كل شيء قال اللي ينقضه. الموت قال لي خلقنا ما تمنون خلقنا الموت، وما تزرعون نجعله حطام، وما تشربون نجعله ايه. طب والنار ما قالش لنا نطفيها ليه؟ قال لك لا، ده هو عايز نقول ما نطفيهاش علشان يفضل وصلنا بنار الآخرة. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. ما نقولكش اللي فيها دي ابدا، لازم نخليها قدامك كده. يبقى كل شيء من نعم الله ذكر الحق انه في قدرته ان ينقضها الا مين؟ قال انا عاملها كده علشان تفضل ايه؟ تذكره ومتاعا للايه؟ متاعا للمقوين. وهو الذي انزل من السماء ماء فاخرجنا به نبات كل شيء. كلمه نبات كل شيء، طب اذا كل شيء ما هو الشيء؟ الشيء هو ما يخبر عنه. اي حاجة تبقى اسمها شيء ولا لا؟ الهباءة شيء والذرة ايه شيء، كل حاجة لها اسمها شيء ولا لا؟ الله. طب يبقى نبات كل شيء، يبقى معنى ان فيه ايه؟ ان كل حاجة دي زي النبات تمام، ممالك ممالك ولها. طب ما احنا بنشوف الحجارة اللي بتجينا نقولك ده جرانيت، ده رخام، ده مرمى، ده لو نظرت الى اصلها انها وجدتها اعمار للحجارة، اعمار للحجارة، عمر طويل بقى كذا، وعمر ثاني يبقى بقى كذا، وعمر ثاني يبقى بقى كذا. كل حاجة لها ايه؟ يبقى كل حاجة لها ايه؟ لها حياة لتثبت لنا القضية الايه؟ الاولانية، وهي كل شيء اهلك الا وجهه. او نبات كل شيء ترون فيه نموا وحياة. يعني صح على العقل الفطري ناخدها كده، وعلى العقل بقى المستوعب اللي خد قضايا كتير وقعد يتغلغل في الكون تلاقي الآية سابحة وياه ولا مش سابحة، ولا هو اللي سابح ويا الآية. نعم. فأخرجنا منه خضرا، خضرا نخرج منه حبا متراكبا. خضرا في كلمة خضر، إذا قلت كلمة خضر يعني اللون المعروف ده اللي هو بنقول عليه اللون الايه؟ الأخضر. بس خضر فيها وصف زائد شوية عن أخضر، لأن أخضر يدي لون بس، واللون متعلقه الإيه؟ العين. لكن خضر يدي اللون ويدي الغضاضة، غض طري. وده بقى صنعة الجس، تمسكه كده تلاقيه إيه؟ تلاقيه إيه؟ غض. ويدي النعومة كمان اللي هي بالإيه؟ اللمس. يبقى خضر فيها إيه؟ فيها اشياء كثيره. ندي لون، ده متعلق الايه؟ العين. طيب ويدي غضاضه اللي فيها الرطوبه دي، الجس كده. طيب وايه كمان؟ ويدي الايه؟ النوم. شئنا منه ايه؟ خضرا. اللون الاخضر ده يبقى داكن، او قدرته يعني فاقعه، حتى انها تضربه الى الايه؟ الى السواد. ولذلك احنا مثلا لما نسمع كده في الكلام في الفتح يقول لك ايه، وبعدين سواد العراق. سواد العراق يعني ايه؟ سواد العراق الارض الخصبه التي في العراق، وبيسموها سواد العراق ليه؟ لانها بتبقى خضره والخضره شديده، واذا كانت الخضره شديده تبقى ايه؟ تبقى مايله الى السواد. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى ومن دونهما ايه؟ جنتان مدهمتان. مدهمه يعني ايه؟ زي دهمه الليل، كأنها من شدة خضرتها صارت فيها دهمة الايه؟ فيها دهمة الليل. نخرج خضرا، نخرج منه حبا متراكبا. نخرج منه حبا متراكبا. احنا قلنا الحب هو اللي ملوش ايه؟ ملوش نواة، اللي بيتاكل كده زي حبة البر، زي حبة القمح، زي حبة العدس، زي حبة اللوبيا.